نروح مع حضراتكم لإسكندرية وعمليات التطوير اللي بتحصل في محطة قطار سكك حديد إسكندرية اللي بتعتبر نقلة نوعية بكل المقاييس، يعني بتدخل المحطة في منافسة مع كبرى محطات القطارات في أكبر مدن العالم. مش بس كده، لا كمان قدرت إنها تحافظ على جمالها التراثي والتاريخي. لمياء حمدين راحت هناك وصورت لنا اللي بيحصل هناك من عمليات التطوير. خلينا نروح نتابع ونرجع بعد كده نكمل الكلام مع حضراتكم. النهارده احنا واقفين في تاني اقدم محطه سكه حديد في الشرق الاوسط وافريقيا بعد محطه مصر اللي موجوده في القاهره، واللي تم انشائها في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، يعني عمرها 156 سنه، تاريخ طويل، لكن النهارده بالتحديد احنا بنشهد اعمال الترميم والتطوير والتجديد داخل محطه مصر في اسكندريه، تابعونا عشان تشوفوا التفاصيل. ودلوقتي هنلتقي مع المهندس حسين الرشيدي النائب رئيس سكك حديد مصر اللي هيكلمنا عن مراحل التطوير المختلفه في محطه مصر في اسكندريه. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا، صباح الخير. كنا عاوزين نتكلم بقى على التطوير اللي احنا شفناه، ويعني بنشوف الحاجه الحاضره والمعاصره والمتجدده جوه المحطه، وكمان بنحتفظ بتاريخنا جوه المحطه. اولا في البدايه احنا بنرحب بالتلفزيون المصري والسادة القائمين على برنامج صباح الخير يا مصر. احنا حاليا دلوقتي في محطة مصر اللي هي محطة اسكندرية، ومحطة اسكندرية دي ثاني محطة اتعملت في الهيئة القومية لسكك حديد مصر في الشرق الأوسط عامة. المحطة دي انشئت سنة 1856. المحطة دي تعتبر من المحطات ذات التراث الحضاري، فكان لازم علينا ان احنا لما نجي نطور سيادتك المحطه ونرفع كفاءتها، طبعا لانها في الخدمه من 1856، كان لازم علينا ان احنا نحافظ على التراث المعماري والحضاري. فصدرت تعليمات مش لمحطه مصر، ان احنا بنرفع كفاءه جميع المحطات في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبنطور الهيئة في كذا محور بناء على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية المبلغة لنا طريق السيد الفريق معالي وزير النقل، إن احنا لازم نحافظ على راحة المواطن ونحافظ على رفع كفاءة المحطات بصفة عامة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر. تم التطوير بحرفية تامة وإعادة ترميم كافة أثر على ما كان عليه منذ عام 1856. صحيح. كل محطة بيلزم ليها في إعادة التأهيل والتطوير أعمال إنفراستراكشر اللي هي بنية أساسية للمحطة من أرصفة وسكك وشبابيك تذاكر، وتم إضافة سيادتك كاميرات مراقبة للمراقبة والسيطرة على مداخل ومخارج المحطة. هذا بالإضافة إلى إن شاء الله جاري العمل في تركيب بوابات أوتوماتيك للتحكم في الدخول والخروج للسادة المترددين السكة الحديد، وذلك للحفاظ على أمنهم وسلامتهم للانتقال من محطة القيام إلى محطة الوصول، أو العكس سيادتك من محطة القيام من محطة أخرى إلى محطة الإسكندرية. طيب دي خطه من ضمن، او دي محطه من ضمن المحطات اللي حضرتك بتتكلم عنها، ان انتوا الخطه المستقبليه ان انتوا تقوموا بتطوير جميع المحطات في مصر، تشوفوا ايه المشاكل وتبداوا تطوروا من الادوات وتحافظوا على التراث. اذا كانت في محطات تراثيه او قديمه بنقدر ان احنا نستعيد تاريخنا مره ثانيه عشان الناس تقدر يعني تعيش في تبعات المستقبل والحاضر، وكمان تحافظ على تراثها وتبقى فاكره تاريخها. صح كده؟ تمام يا فندم. احنا سيادتك بنطور حاليا دلوقتي 708 محطة. الخطة المبلغة والأوامر الصادرة لنا
ان احنا نخلص ال 708 محطه في خلال سنتين. طبعا احنا سيادتك شغالين، خلصنا نسبه كبيره منها، لكن احنا طبعا بنوعد جموع الشعب المصري ان احنا ملتزمين بتنفيذ الخطه في الميعاد، لكن سيادتك احنا بنشتغل اندر لود، تحت الحمل، يعني بمعنى انا لازم احافظ على التشغيل الحالي للمحطة وسلامة السادة الراكبين، تمام، وفي نفس الوقت أعمل تطوير. احنا بيتم اختيار العنصر البشري بقواعد يعني منظمة، وبناخد العنصر سواء كان مهندس أو فني ندخله الكلية الحربية أو ندخله معهد ضباط الصف في أبو حماد عشان يبقى فني مقاتل أو مهندس مقاتل. ده الهدف، ان احنا نحافظ على كيان السكه الحديد وعلى استمراريه السكه الحديد وعلى تدفق قطارات السكه الحديد، لان زي ما انا قلت لسيادتك السكه الحديد هي نهر النيل الثاني في مصر اللي المفروض نحافظ عليها وما ينقطعش ابدا تدفق القطارات. اشكرك شكرا جزيلا يا فندم، واتمنى لكم طبعا التوفيق، واتمنى ان كلنا نحافظ على تراثنا ده ونحافظ على التطوير اللي بيحصل في سكك حديد مصر كلها. شكرا للتلفزيون المصري. شكرا. وتحيا مصر. تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري شيء غاية في الأهمية. مسألة النقل بتهم الناس كلها وبتمس شريحة كبيرة جدا من المجتمع المصري. كلنا نحب نركب القطر ونسافر بالقطر اسكندرية، واسكندرية محافظة ما فيش حد كمان من بره مصر بيجي ما بيبقاش جوه خططه انه يروح اسكندريه. فمساله الاهتمام بمحطه مصر في اسكندريه، الحفاظ على الشكل التراثي والحضاري، واحنا بنجدد كمان انه يكون معانا مرممي واخصائيين في الاثار علشان لما يتم التطوير ما يحصلش زي ما بيحصل في حاجات تانية انه نلاقي الموضوع شكله باظ مننا، لا، واحنا بنطور وبنجيب جرارات جديده وبنهتم بعربات السكك الحديد وقطارات جديده، كمان بنهتم بالطابع الحضاري اللي ما اعتقدش انه في حد في العالم عنده حضاره واثار اكتر من المصريين، فتستحق الحفاظ عليها بكل تاكيد. اكيد يا هدير، وزي ما انت قلتي يعني محطه من 1856، فبالتاكيد دي اثر، ورجوعها لشكلها الطبيعي اللي كانت عليه منذ انشائها ده طبعا حاجه مهمه جدا ان احنا نشوف هذا المظهر الجمالي مع اجراء عمليات تطوير زي ما شفنا في جراج، في بوابات الكترونيه وغيره من عمليات التطوير. يمكن كتير مننا ما بيوصلش لمحطة مصر لما بيروح اسكندرية، آخرنا سيدي جابر وبننزل، فمحطة سيدي جابر هي كمان اتطورت، وأكيد اللي راح اسكندرية الفترة اللي فاتت شاف التطوير اللي فيها، لكن دي كانت محطة عريقة اللي هي محطة مصر، فكان لازم فعلا يتم تطويرها بشكل يليق بيها. احنا بنتكلم في محطة عمرها 165 أو 170 سنة، فأن يتم تطويرها ده شيء غاية في الأهمية، ويتم تطوير كل الخدمات المقدمة من خلال هذه المحطة زي ما تابعنا من خلال الجولة اللي عملتها لمياء حمدي. طيب.